السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ام جي اوتو. اذا كنت مستعمل سياره او هاوي سيارات او محب لمجال السيارات وعجبك المحتوى اللي كنقدمه، فما عليك غير تنضم للعائله ديالنا عبر الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش ديما يوصلك الجديد. فمرحبا بك دارداركم. من بعد ما شفنا مجموعه ديال المواضيع وقيمنا مجموعه من السيارات وبناء على طلب المتتبعين ديالنا، اليوم وبطلب من الصديق ديالنا زكريا غادي نتكلموا لكم على واحد السياره اللي الصنع ديالها صيني وكنلقاوها بكثره في الجزائر ومصر وقليله شويه في السوق المغربيه. هاد السياره اللي هي جيلي ام كا 2014. هاد السياره اللي كنلقاو المنافسات ديالها في سوق الصينيه البيد والليفان والشيري والجريت وول والفاو والهايما والفوتون والتشانجان. غادي نتكلموا على هاد السياره بالتفصيل ذلك من بعد فاصل قصير ونواصل. جيلي ام كا الاخوان واحد السياره اللي صراحه رائعه، لا من حيث الشكل ديالها اللي كيبان كلاسيكي ولا من حيث انها سياره اللي مجموعه وتصنفات من بين احسن السيارات ديال المدينه. هاد السيارة او بالاحرى هاد العلامة التجارية جيلي بدات في انتاج السيارات ديالها في سنة 2006. كانوا انتقادات من طبيعة الحال بسبب التصميم الخارجي ديال هاد السيارة واللي كيشبه التصميم ديال تويوتا، ولكن جيلي ما حبستش هنا واستمرت في انتاج السيارات ديالها. بالنسبة للمحركات اللي كتجيب بهم هاد السيارة جيلي الام كا 2014، كنلقاوها كتجيب محرك 1.5 لتر وكذلك محرك 1.8 لتر واللي تم التصنيع ديالهم بترخيص من شركة تويوتا، وهاد الأخيرة الإخوان اللي هي شركة تويوتا معروفة بالجودة في الحديد ديالها. باش نتأكدوا من السمعة ديال هاد الشركة سولت مجموعة ديال الناس اللي كسبوا هاد الموديل بالضبط. ونبداو الإخوان مع أول شهادة ديال واحد السيد اللي مجرب تويوتا وكسبها، وبالضبط مولات 1.5 لتر. هاد السيد كيقول على أن الديزاين ديال هاد السيارة رائع ومودرن، والركبة فيها كومفورتابل، والصالون ديالها دو بون كاليتي، وعجبو كذلك الكومبورتمون ديالها في الفيراجات والطريق طويلة وحتى في المدينة كذلك. الحاجة الوحيدة الإخوان اللي تشكى منها هاد السيد وهي الصوت ديال الموتور اللي كيكون طالع في الوقيتة ديال فور أكسيليراسيون، ولكن لي باف والكاليتي ديالهم كيغطيو على هاد الصداع إلا كنتو طارقين الموسيقى. وندوزو لشهادة ديال واحد السيد آخر اللي كسب الياريس لمدة 5 سنوات. هاد السيد ضرب هاد السيارة 150,000 كيلومتر وتيقول على انه عمرو بدل فيها حتى شي بياسة من غير الزيت والفلترات. الحصول الاخوان الموتور ديال هاد السيارة جيلي الام كا على حسب ما سمعنا من شهادات ديال الناس فراه صبار، تهلا في غير بالزويته وارى ما عندك. اجي دابا نعم سيدي نشوفو نسبة الاستهلاك ديال هاد السيارة. فراها اخوتي هاد السيارة ما كتاكل والو مقارنة مع عدد الخيل اللي فيها. حاليا جيلي الام كا معدل الاستهلاك ديالها ما بين 6 و 6.5 لتر في كل 100 كيلومتر. وهاد السياره اخوتي كتجيب مجموعه ديال لي زوبسيون واللي منهم لابياس الكليماتيزاسيون لو اس بي رادار دريكول ديريكسيون اسيستي روتروفيزور الكتريك الفارون تيبرويا الالارم الفار زينو جونطالياج الفو دو جور الفيتر الكتريك. هادشي كامل اللي قلت راه فيها، وكنظن عيب واحد اللي فيها وهو قلة او ندرة البياس دروشونج او القطع ديال الغيار في السوق المغربية. هادشي علاش كنشوفوها بواحد النسبة اللي قليلة ما كنشوفوهاش بزاف، اما الباقي فراه كله مزيان، خاص غير تهلا فيها بالزيت والفترات في الوقت ديالهم. اراك ليا دابا الثمن ديالها، بان ليا ضركم راسكم وبغيتو تعرفوا الثمن ديال هاد السيارة شحال تيسوى في السوق المغربية. فهاد السيارة نعم سيدي كنلقاوها ما بين 25,000 درهم و50,000 درهم، اي ما بين 2.5 مليون و5 ديال المليون على حساب النقاو والموديل وكذلك واش بروميير ما ولا دوزيام ما، على حسب على حسب. المهم الانسان ياخذ النقاء ويركز على المحرك انه يكون نقي، والكاروسري من طبيعه الحال حتى هو خاصو يكون نقي. هذا ما كان الاخوان، بهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعمونا بالاعجاب بالفيديو الى عجبكم من طبيعه الحال، والموضوع كيف العاده راه مازال مستمر في التعليقات. شنقول لكم الحاصل الاخوان هذا المجال مازال فيه بزاف ما يتقال. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم. تهلاو.